هنا من شمال قطاع غزة من معسكر جباليا من أحد مراكز الإيواء التي يتواجد فيه عدد كبير من النازحين، نستعرض الواقع المعيشي الصعب الذي يحياه المواطنون هنا ومع الحاجة أم محمود وما تحاول صنعه اليوم من طعام لإيواء أسرتها. فقلت للولد روح على البياير دوروا من هذه بيسموها 6 و6 زمان، بيقولوا لنا روح جيب لها الأرانب، طعمين الأرانب، طعمين الحمام، طعمين يعني للأغنام. فبنقولنا بلكي ها انجزنا لنا طبخه عشان طعمهم مسكتهم من يعني هي طبخه اول مره تطبخوها او انها مش للبني ادمين؟ لا لا ما كلش الحيوانات تاكلها. الحين هي الطبخه هي على اساس اني مرقتها شويه على اساس نطعم الاولاد واحد شويه، هم 50 طفل عندي اطفال، 50 احفادي، 50 طفل، ما فيش شيء الا الاعشاب اللي تحت الشجر هاي نعرفه، الحمصيص والخبازه والجزر ابو علي اللي بحكي له هاي. هاي شوف هاي كم هاي هاي خلينا لبكره هذا، صور صور خلينا خلينا له تستنى الله يجزاك الحمير وكلنا هذا قبل ما ينطبخ ضمن تنقى هو يعني خرطوم عندنا نسوان زيك الحمير في اي ما عجبنا نشكلنا احنا مجبورين عليه ليش؟ من القله بقى رحنا على الكليه الزراعيه بتحلون جوا عند شارع الجقه صرنا نلم الانخاله والذره والشعير كله ردم. بالنسبه للخبز اللي بتستخدموه يعني كان في مسبقا طحين ابيض لكن الان الظروف اختلفت، ايش طبيعه الخبز اللي بتخبزوه الايام حتى هذا حطيت شوي عليه ابيض، يعني بقت عندي جواز واحد على اساس اني اقدر امشي حالي، فلقيته كله رمل مصنوع من ايش؟ الذره هي قشه الشعير والرده وفي سوس وفي دود، الدود في دود كمان، ما اساس انه ايش نسوي مش عارف ايش نعمل، مش قادرين ياكلوا الاولاد ورمل مش قادرين ياكلوا، ربنا يعين ان شاء الله. هي ظروف صعبه جدا يحياها هنا المواطنون في شمال قطاع غزه، وبدائل اصعب واصعب يحاول المواطنون صنعها ليعز يعني يعيشوا ايامهم خلال هذه الحرب. من شمال قطاع غزة عبد القادر صباح لقناتي العربية والحرب.